الجد. الجد هو الجذر، ونحن الفروع، وأولادنا هم الأوراق. إيه شجرة الجوافة اللي دخلت على ورقة دي؟ مش واخد بوابة فزار زراعة؟ فزار زراعة جدو حبيب قلبي، حضرتك عارف أنت بالنسبة لي إيه؟ غير 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 رب أبن، رب أبن لم تتزوجه مامتي. ايه ضحك عليها وخلي بيها ولا ايه؟ طوال الثمان سنوات المتتاليين من زواجي من عادل مفيش حدث واحد هزني من جوه زي يوم مجيئك، يوم شروقك في صاله بيتنا. شروقك اللي هو الشروق والعبور والتجمع الخامس ودار السلام. دار السلام دار السلام. لا 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 لا، يبدو اني فقدت القدره على التعبير بحضورك الطاغي. جدو ساعدني، ساعدني على صياغة موقفي أرجوك. وانت كمان عايزة تصيغي ايه العيلة اللي مفقرانة دهب دي؟ لا لا لا، مش درجة صيغة، مش هتوصل لدرجة صيغة، الحمد لله الواحد متسيغ يعني. هو كل الموضوع يا جدو ان ساعات الواحد يعني المعايش يا جدو، المعايش صعبة قوي. هي بتبقى صعبة الأول يعني، وبعدين بيقول لك إملاء، واملأ ما بين الخط، وضع خط تحت وضع القلم عشان نلم الورق، وبينجحوا على الحروك روك روك روك. الواضح أنا مش عارفة أوصل لحضرتك هو الموضوع وما فيه، إن الواحد اليومين دول ساعات كتير بيبات من غير عشاء. من غير عشاء، وفي ناس بتبات من غير عشاء وبيباتوا من غير فطار، والغدا ما فيش غدا خالص، والحمد لله واكلين شاربين نايمين والحمد لله يلا. قوله ايه الراجل؟ ايه ده؟ اقول لك حاجه يا جدو. ايه الرعب اللي انت عاملهولي ده؟ عايزه ايه؟ انا بحبك قوي. تحبيني؟ طيب يعني بصي، اكتبي ورقه بقى وفيها ايه تليفونك، وورقه فيها عنوانك، وورقه كمان وورقه بقى ارد عليك عشان افكر. انا هفكر. طب هو انت بتاعت حد؟ بتاعت عادل. سيب ايدي. بتاعت عادل ده زباله، ما يطلعك بتعليلي. ها بتعليلي، ما تخافيش. خدي وروحي هاتي لي لحمه، وهاتي لي فطير، وهاتي لي ام علي، وهاتي ام علي نفسها، خليها تيجي تقعد جنبي هنا. يلا اتكل على الله، اتكل على الله. طبعا نقبك طلع على شنو واداكي بالشلوت. لا يا حلوة، الراجل بيعيد حساباته واملاكه عشان يعرف هيديني ايه. رانيا ما جابش سيرتي؟ ما قالش اي حاجة؟ لا هو من ناحية جفة هو جاب بصراحة. طيب اخشيله انا بقى. لا لا لا، ما انصحكش يا عادل تخشيله خالص، لانه الحقيقة لما جاب سيرتك ما كانش بالخير خالص. الله، هو الراجل ده بيكرهني ليه؟ انا عملت له ايه عشان كل شوية يقعد يكرهني؟ ده انا مقعده في... بصي انا ماشي من البيت ده. تمشي من جتك مشش في ركبك. استنى اصبر لغاية ما احصل على الثروة بتاعته. قال تمشيه. قال ماشي. رانيا ما جابش سيرتي؟ ما قالش حاجة؟ ما كانش نفسه يقول لي حاجة؟ أهلا يا أبيحة وسماء. عارفة أنا أكتر حاجة ويعني أنتي واخدة مني طولة لساني وكده. ولسه يا جدي هاخد منك اكتر واكتر، بس احدف انت. وانت عايزه تورثيني؟ انت طمعانه. بس صدقني يا جدي، انا لو خدت ثروتك هصرف منها جزء ليك، هعمل لك سبيل ميه ساقعه كده عشان كل اللي معدي يجي يشرب كده من السبيل ويرتوي، يقعد يقول الله يرحمه راجل طيب، وهفتح لك حضانه الاطفال الصغيرين وهسميها جدو رواش، والاطفال الابرياء احباب الله دول كل ما يجي داخلين الحضانه كده يقعدوا يقولوا ايه الله يرحمه راجل طيب الله يرحمه. والاطفال اللي هيخشوا الحضانه وانت هتاخدي منهم فلوس كل سنه وفلوس الاوتوبيس؟ انت تكرهي المكسب يا جدو؟ انا اكره المكسب لاي حد. بطل شر بقى، بطل شر، ده انت رجل بره ورجل جوه، ده انت بتموت. ويعني ايه يعني؟ يعني وانت هتعملي مدرسه وبعدين وانا عندي فلوس في البنك وانت معانا وعندي فلوس في البنك. والارض انت هتخنصر وانت بتموت ولا ايه؟ انت ناسي الارض؟ ايه الارض؟ الارض اللي في الفيوم، وانا الارض اللي في الفيوم انا هتبرع بيها للحكومه عشان تعملها معتقل يعتقلوا فيه كل اعدائي. يا اخي يوم ما تبني ويوم ما تتبرع تبني معتقل، طب ابني لك ملجا للايتام. ملجا ايتام ايه؟ وانا يتيم، انا ابوه وام مات، وابوه وام مات، وملجا ايتام ايه؟ وعرائي المثل قالوا يا جاريه اطبخي، قالت ابوه وام ماتوا عشان ايتام.
أعوذ بالله أعوذ بالله، ده يغول بفلوسه. إيه ده؟ خلاص أنا كنت متأكد إنه هيرفض. دولا انا هدخل بقى انا كمان بقى، علشان هو انا متاكد ان هو بيحبني اكتر واحد يا دولا، وبعدين هو وعدني اكتر من مره ان هو هيديني الساقيه بتاعه الفيوم علشان اشرب بقى براحتي. لا يلا، ده هو عايز يشغلك على الساقيه بتاعه الفيوم بدل الطور يا حمار. بس برضك احسن من شغل البازار. بازار، خش خش الهي ما تخرج. ماشي ماشي مش وقت الفقرات دي دلوقتي. اقعد اقعد اقعد. قول لي بقى بابا ستو بقى، انت هتموت دلوقتي ولا كمان شويه يعني؟ والله يعني لسه بفكر بفكر بفكر. طيب بص انا عندي فكره حلوه قوي، ايه رايك تموت على الظهر كده الساعه 12؟ لا على الظهر الدنيا تبقى حر، وهطلع من عمر مكرم والاشاره وزحمه ومفيش اشاره وفي عسكري. بس انا عندي بقى فكره تانية، ايه رايك بقى بابا ستو انت تموت بقى بالليل علشان يبقى الدنيا تروق كده اهو، بس ايه بقى اهم حاجه؟ انك تكتب لي الساقيه بتاعه الفيوم. والفيوم فيه 7 سواقي وعليهم مشاكل في الورث وبعدين الاقصر بلد سواح. واستنى وهفكر. لا انا مش هقعد استنى بقى، انا عايز اورثك واخلص بقى. لا وبعدين انا علشان اامن بقى مستقبلي يا بابا ستو، عشان دول دهون اكيد هيطردني بعد ما انا اشتركت في مغامراتك دهون ضده، وبعدين الاقي بقى ساعتها فلوس اضرب بيها كوكتيل. استضرب يا مدمن يا مدمن يا اهبل، مدمن واهبل وتضرب كوكتيل يا اهبل يا مدمن. لا بقول لك ايه، عايز حاجه؟ وراي المثل، ويعني مدمن وعايز يورث ويضرب كوكتيل يا اهبل. ماشي ماشي ماشي، انا سبتك علشان قلت بقى هتقول حاجه كويسه، لكن بهبل تاني اقسم بالله لو ما احترمتش نفسك ما ورثكش. ده ورثني، تعال ورثني ورث، تعال ورثني ورث. لا لا اتحايل عليا كمان، اتحايل عليا كمان، اتحايل عليك يا جذبه. وخلاص وانا هورثك، انا هخليك تورث. بص حط ايدك تحت السرير. ما تقولش تحت السرير شايل لي الساقيه صح؟ ساقيتي يا اهبل يا اهبل، ساقيتي يا اهبل. هتلاقي تحت السرير ده فيه كيس بلاستيك وفيه تفاحه وفيه موزايا، وخده بيضرب كوكتيل وقطعه وبيضرب كوكتيل. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك تحت السرير. هو بص وهتلاقي هو فيه كذا كيس بينهم، فيه تفاحه وفيه موزايا، وهاتهم. لقيتهم بابا ستو بابا ستو. لا ما تخافش ما تخافش، انا مت دقيقه كده وقفت على طول. ربنا يخليك يا بابا ستو، ربنا يخليك يا رب، ربنا يا احلى جدو انا ورثته في حياتي عمرها. وانت طول عمرك بتقعد تورث جدودي يا ابن ايام اجداد الفراعنه. ايوه يا بابا ستو ربنا يخليك. بص بقى انا هطلع بقى دلوقتي علشان هخليهم يجيبوا لي سكينه عشان اقسم بقى الورث ده عليا.